بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. قلوبنا وروحنا بتصلي عليه، ولساننا يعبر ويتكلم، يداوي همومنا، يريح قلوبنا بسيرته العطرة، منه نتعلم. صلاتنا عليه نور بيرشدنا، منه يقربنا، يرزقنا شفاعته يوم المشهد الأعظم. يبارك حياتنا، يشفي صدورنا، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فضل الصلاة على الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام وأسرارها، تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين، وإن شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذة لميا إزي حضرتك؟ الحمد لله بخير. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. الصلاة على الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام هي فتح للأبواب المغلقة في حياتنا، نور لقلوبنا وعقولنا وتعطير للسنة. ولكن خلينا نبدأ بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى بيصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الحقيقة يا أستاذة لميا لما أجي أتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في خطبة جمعة أو في ندوة أو في مؤتمر أو في لقاء تلفزيوني مبارك زي ده، بكون في غاية الحيرة، لأن بلاقي نفسي قدام مدرسة أخلاقية لا منتهى ولا ساحل لها، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والسلام. ببقى مش عارف أتكلم عن أخلاق سيدنا النبي، عن كرم سيدنا النبي، تواضع سيدنا النبي، حنية سيدنا النبي، شفاعة سيدنا النبي، جمال سيدنا النبي، كرم سيدنا النبي، علم سيدنا النبي. بتلاقي حضرتك قدام مدرسة أخلاقية لا منتهى ولا ساحل لها. لذلك صدق الله سبحانه وتعالى حينما قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. لو كلنا فضلنا نتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل العالم فضل يتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش هنعرف نوفي سيدنا النبي قدره ولا مقداره العظيم، لأنه غالي عند ربنا، لأنه عزيز عند ربنا صلى الله عليه وسلم. عليها أفضل الصلاة. ويمكن الشاعر قال لنا كده: عذر الرسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف، جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو قلم الزمان، تخيلي حضرتك، لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى، تكفيه لقية من فوق السماوات العلا، وبحضرة الرب الجليل تشرفا، يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسف. الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الحقيقة إحنا قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بنقدرش نوفي قدره ومقداره العظيم. حتى إن بعض علماء الغرب يعني ألف كتاب جمع فيه العظماء، قال أنا هشوف أعظم شخصيات العالم وحطهم في كتاب وسماه كده العظماء 100. تخيلي حضرتك لقى مين أعظم شخصية لها؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال كده: العظماء 100 وأعظمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة. الحقيقة يعني إحنا مع فضائل الصلاة والسلام على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيادنا العلماء يقولون حاجة مهمة جدا، يقولون كل الأوامر في القرآن الكريم بدأت بيا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أما حينما أراد الله أن يأمرنا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه أفضل، لم يبتدئ الآية بيا أيها الذين آمنوا. تخيلي حضرتك بدأت الآية بإيه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، وبعدين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: أنا أصلي على حبيبي محمد عليه أفضل، وكذلك الملائكة يصلون على حبيبي محمد اتباعا لي، فاتبعوا أمري واتبعوا ما اتبعه الملائكة. وبعدها يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كمان حضرتك لما بنتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيطلع حد يقول: طب انتوا عمال تقولوا سيدنا النبي سيدنا النبي، طب ما برضو سيدنا آدم ربنا أسجد له الملائكة. أسيادنا العلماء يردوا ويقولوا إيه؟ يقولوا إن في الآية
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيها تعظيم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. قالوا في الأمر ربنا للملائكة إنها تسجد لسيدنا آدم ده كان مرة واحدة وما كانش ربنا معاهم، وإذ قال ربك للملائكة أسجدوا لآدم. أما حينما أراد أن يأمرنا بالصلاة والسلام على رسول الله بدأ بنفسه أولا. بس يعني إيه ما كانش ربنا معاهم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يسجد، يعني هو ربنا أمر الملائكة أن تسجد لمن؟ لسيدنا آدم. أمر الملائكة فقط أن تسجد لآدم. أما حينما أراد أن يأمرنا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا وجه. الوجه الآخر، السجود لسيدنا آدم كان مرة واحدة وانتهت، لكن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتهي. صحيح. فهي دائمة ما بقي الدهر. لذلك الشعر يقول كده: سيدي يا رسول الله، لقد عصفت بي الذنوب وأغوتني ملاهيها، وكم تحملت أوزارا ينوء بها عقلي وجسمي وصادتني ضواريها، لكن حبك يجري في جسمي وفي دمي، وأنا من غير حبك موجة ضاعت شواطيها، سيدي يا رسول الله يشفع لي أن اشتريتك بالدنيا وما فيها. الله، ويمكن الله. ده هو اللي شفناه امبارح حضرتك في مساجد مصر كلها، كانت حاجة عظيمة ومصر جدا، ومصر كلها بتصدح بالصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحنا بنصلي في بيوت. بالضبط. وقد إيه فرحة المسلمين والمصريين بالصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن والسلام. كمان كان منهم، يعني حضرتك بيصلوا على سيدنا النبي شايفهم في مسجد سيدنا الحسين وكأنهم يرون رسول الله أمامهم من الفرحة والبهجة ودموع الفرح، يعني وهم يحتفون ويصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا دايما بقول والسلام. بلد يقرأ فيه القرآن ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يضام أبدا. صحيح. بلد يصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمع فيها على الذكر والدعاء والقرآن والصلاة والسلام على أطهر خلق الله لا يمكن أن يضام أبدا. لذلك ما تيجي كده بقى نعطر قلوبنا ولساننا والاستوديو والسادة المشاهدين معنا وكل الناس اللي موجودين معنا في الاستوديو، ونقول صيغة للرسول على الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. حاضر. أنا كنت الحقيقة في شهر رمضان كنت متعود كده على صيغة ممكن نرددها مع بعض في الاستديو مع السادة المشاهدين. كل السادة المشاهدين كله يقول يردد بقى معانا الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على المدثر صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ده أنا بقوله مش متوقع أن حضرتك هتقول كده. أنا قلت هنقول دعاء عادي يعني، بس ما شاء الله عليك، ربنا يفتح عليك يا فضيلة الشيخ. ربنا يخلي حضرتك ويحفظك. أصل ما الناش غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة. بالصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا هيرضينا دنيا وآخرة. بالصلاة والسلام على سيدنا النبي تغفر الذنوب وتكفى الهموم. صحيح. أي حد عنده مشكلة أقعد كده
وعيش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اتحطيت في أزمة، اقفل على نفسك الأوضة واقعد كده صلي على سيدنا النبي 100 مرة 200 مرة 1000 مرة، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى كمان بيصلي عليك، تتنزل عليك الرحمات بالصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أسيادنا العلماء يعلمونا كده، إن لما تقع في أزمة، شوفي تخيلي حضرتك لما يجي أحد الصحابة يقول له يا رسول الله أنا بحب أصلي وأسلم عليك، وبصراحة حابب إن أنا الدعاء بتاعي يبقى ربعه الصلاة والسلام عليك، إيه رأيك؟ قال له حلو. قال له بس إيه، أنا حابب إن أزود شوية، ممكن يبقى التلت، ما فيش مشكلة إن زدت فهو خير لك، طب الثلثين، طب النصف، طب إلى أن قال يا رسول الله سأجعل كل وقتي صلاة وسلاما عليك. تخيلي كل الدعاء بتاعه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو ده الحديث القدسي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته ما لا أعطي السائلين. هو عنده حاجة عايز يطلبها من ربنا، بس بيطلبها في ثوب الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان كده احنا محتاجين نربط نفسنا اكتر بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نربط نفسنا اكتر بالصلاه والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم ولادنا ازاي كلهم ورد يومي بالصلاه والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما نكثر من الصلاه والسلام على سيدنا النبي هنطبق سنته، هنمشي زي ما كان سيدنا النبي بيمشي، مشي لا 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 خيلة فيه ولا مكابرة فيه، ونتكلم زي ما كان بيتكلم سيدنا النبي، هناكل زي ما كان بياكل سيدنا النبي، هننام على طريقة سيدنا النبي، هتبقى أخلاقنا زي أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلي حضرته عليه الصلاة والسلام لما يدخل في مرة على الصحابة فيقوموا احتراما لسيدنا رسول الله، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلم الأمة كلها التواضع يقول لهم كده، يقول لهم لو دخلت ما حدش يقوم لي، ما بحبش حد يقوم. فتاني مرة دخل عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا قاعدين إلا سيدنا حسان بن ثابت، فجأة قام أول ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم. فسيدنا النبي قال يا حسان ألم أنهك عن القيام لي؟ ما أنا قلت مبارح يا حسان لما أدخل ما حدش يقوم لي، يعني أنا زيكم. سيدنا النبي كان متواضع عليه الصلاة والسلام، رغم أنه هو خير خلق الله. لذلك سيدنا عمر يقول له كده يا رسول الله واكلتنا ولو واكلت مثلك ما واكلتنا، شاربتنا ولو شاربت مثلك ما شاربتنا، تزوجت منا ولو تزوجت من مثلك ما تزوجت منا، وأنت خير الخلق وأكرم الخلق على الله. فسيدنا حسان بن ثابت يفضل واقف، فسيدنا النبي عاد بيقول له يا حسان ألم أنهك عن القيام لي؟ فقال سيدنا حسان قصيدة الحقيقة من بيتين لكن مهمة جدا، وهو يعبر عن محبة وقوة داخلية دفعته أول ما شاف سيدنا النبي لم يستطع أن يتمالك نفسه، فقال قيامي للعزيز علي فرض، قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن كان له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. الله فسيدنا الله النبي صلى الله عليه وسلم حاجة عظيمة وغالي جدا على ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا النهاردة في الحلقة بنعطر الحلقة والاستوديو كله بذكر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هستأذن حضرتك والسادة المشاهدين نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضرتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت عليك في كل برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره ثانيه. معنا النهارده فضيله الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام امام وخطيب مسجد سيدنا الحسين، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. ناخد ام عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، انا بحبكم في الله وربنا يجازيكم خير يا رب. ربنا يخليك يا رب. منه كتير. ربنا يخليك. عايزه اسال فضيله الشيخ في موضوع الحلقه، يعني عن الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام. اتفضلي. انا عندي صيغه محببه دايما بحب اقولها، ان هي اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. هل دي يعني احسن ولا ان انا الصلاه الابراهيميه؟ يعني أنا بحب دايما لساني ببص ألاقي نفسي أنا بردد الدعاء ده على طول. ده بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة للذهب، يعني عندي حد يعني كان اشترى ذهب، حط ذهب قصاد ذهب، فأنا بقول له حرام، يعني إنه المفروض الذهب تبيعه تقبض حقه وبعدين تشتري، فده برضه صح.
حاضر. وفي معلش سؤال ثالث. اتفضلي. بالنسبة لقيام الليل، هل قيام الليل لازم أنام وأقوم؟ ولا أنا مثلا أنا بشتغل شغل هاند ميد وساعات الوقت بيسرقني، بلاقي نفسي الساعة 2 فبخاف أنام، الفجر يروح مني، فبقوم أصلي مثلا لو أنا صليت كنت الشفع والوتر مع العشاء، بروح مصلية ركعة ألحق بيها الركعة اللي صليتها وبرجع أصلي تاني مثلا اللي أنا عايزة أصليه وأصلي ركعة وتر، فهل ده ما يتحسبش قيام ليل عشان أنا ما نمتش وقمت؟ حاضر. بس عايزه حاضر. اتاكد. وجزاك الله كل خير، ربنا يكرمكم، والدعاء بنحبك. الله يكرمك. حاضر، نورتينا. الله يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نجاوب. اتفضل. افضل الصيغ في الصلاه والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا حلو قوي اننا لينا ورد، ده حلو قوي اننا لينا ورد وبنرتاح في صيغه، ده حلو جدا. في حد بيرتاح طب القلوب ودوائها زي ما حضرتها تفضلت، لكن علماءنا علمونا ان افضل الصيغ اللي هي اخر التشهد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، لكن لا مانع ان انا اقول اي صيغه انا برتاح فيها ما دام انها تشتمل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان اضيف لها ال سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد واله، دايما احاول احط ال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معايا في الصيغ، لكن كل صيغ ان شاء الله فيها سعه، وفي عندنا اكثر من صيغه في الصلاه والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلنا ايه افضل صيغه هتبقى اخر التشهد، ده بالنسبه لافضل الصيغ. بالنسبه للذهب، بالذهب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان يعني المفروض انا هشتري الذهب او هبيع الذهب، اقبض فلوس وبعدين اروح اشتري الذهب، ذهب بذهب شويه شرعا فيها كلام. بالنسبه لافضل وقت لقيام الليل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اتعرض عليه السؤال ده من سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، فسيدنا ابو بكر كان بيحب يعني بالليل قبل ما ينام بعد ما يصلي العشاء يصلي بقى ركعتين قيام الليل بتوعه 2 4 6 ويعمل الوتر وينام. سيدنا عمر ما كانش كده، كان بينام وبعدين يصحى بالليل على قبل الفجر يصلي قيام الليل ويوتر. فالاثنين طبعا اتكلموا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مدرستين قدام سيدنا النبي عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابي بكر الصديق لقد اخذت بالرخصه، يعني انت خفت ما تصحاش فانت خدتها من قصيرها بعد العشاء، اقمت الليل بتاعك واوترت وده كويس. وقال لسيدنا عمر اخذت بالعزيمه، يعني انت عندك عزيمه واصرار انك حتى لو نمت في اول الليل انك لابد أن تستيقظ لقيام الليل ولصلاة الوتر، لكن في أي الحالات ما ينفعش أوتر غير مرة واحدة، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لا وتران، لا وتران في ليلة، يعني أوتر مرة واحدة، لو أنا أوترت في أول الليل ما ينفعش أوتر تاني في آخر الليل، عملت قيام ليل في أول الليل وأوترت ونمت وبدأ لي نمت وصحيت وبدأ لي أن أتطوع وأن أصلي، صلي مثنى مثنى ولا توتر مرة ثانية. تمام. طيب ناخد مدام أميمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدام أمنية اتفضلي. السلام عليكم، ازي فضيلة الشيخ؟ بتسلم على حضرتك. أهلا وسهلا. معلش أنا كنت عايزة بس أحكي حكاية بسيطة كده، بس يعني بتمنى أنتوا يعني إيه تستنوا شوية عليا. اتفضلي. انا عندي اختي يعني هي عندها 35 سنه. هي من ساعه يعني هي من زمان قوي هي في ابتلاء شديد، يعني هي متزوجه بقى لها 12 سنه. عايزه اقول لحضرتك ان هي من ساعه ما تزوجت وهي ما اجتمعتش مع زوجها غير سنتين من ال 12 سنه دول. غير ايه؟ سنتين. ليه؟ يعني هو في ظروف، ما فيش سكن معين، على طول هي قاعده عند والدتي. ودايما هي يعني ايه يعني زوجها بيجي زيارات مش اكتر، بس ما فيش سكن. هي كانت صابره وكانت مؤمنه جدا وكانت دايما تصلي على النبي كتير جدا جدا، كانت تقول لي دايما لو انت عايزه حاجه صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. جالها ابتلاء تاني غير هي غير الاستقرار، جالها ابتلاء تاني هي ربنا رزقها بولد كان عنده متلازمة باتو، مولود ضرير أصم كل أعضاؤه فيها عيوب خلقية، توفى الله بعد سنة ونص. برضه هي كانت صابرة ومحتسبة وكانت عايزة أقول لك إن هي كانت والله العظيم ما شفتش حد صابر زيها أبدا في العالم كله. ربنا يجعله في ميزان حسناتها يا رب. جات من فترة من حوالي 20 يوم.
كانت محتاجة عملية في الجيوب الأنفية، ودخلت تعمل العملية وتوفاها الله. لا إله إلا الله، بقاء لله. من 20 يوم توفت، وهي أنا ما شفتش أختي دي حاجة حلوة كملتها أبدا. ما شفتيهاش إيه؟ دايما حاجة حلوة كملت دايما في ابتلاء. سبحانك يا رب. يعني توفت سابت بنت عندها 12 سنة وبنت عندها سنة ونص. بس كانت دايما تنصحني تقول لي صلي على النبي كتير، صلي على النبي كتير. شافت النبي كتير جدا في المنام. قبل وفاتها حلمت حلم ان في ملاك جه اخذها للسماء وقال لها ده بيتك في الجنه. يا سلام. الله اكبر الله اكبر. دايما كانت تناجي ربنا، كانت تقعد كده قبل المغرب تسبح وتذكر ربنا وتقفل على نفسها الباب وتناجي ربنا وتقول يا رب لو انا مثلا عايزه حاجه معينه ابعت لي اشاره في الحلم، مثلا حمامه بيضه كان ربنا بيبعت لها في الحلم الحمامه البيضه دي، وكانت تقعد تشكر ربنا. ولقينا ورق بعد ما توفاها الله في المصحف الخاص بتاعها كاتبه كانت بتعمل ايه في قيام الليل وكانت بتعمل ايه في رمضان، وكانت بتناجي ربنا في الورق تقول يا رب شكرا ان انت على النعم اللي انت اديتها لي وشكرا على كل حاجه، بتصلي على النبي اكتر من 1000 مره. وكانت يعني مش عايزه اقول، يعني مش عارفه اقول لك ايه، انك يعني هي كانت كل يوم يوميا كانت بتقرا سوره البقره دي في قيام الليل. ما شاء الله ما شاء الله. عايزه اقول لك في وفاتها صلى عليها اكتر من 1000 راجل ما يعرفوهاش. ما شاء الله. وهي اتدفنت في الصعيد، يعني احنا في الشرقيه بس اتدفنت في الصعيد. عايزه اقول لك ان هي راحت سليمه زي ما هي، جسمانها زي ما هو، ريحتها كانت جميله جدا. اول ما رحنا في الصعيد في عز الظهر اتدفنت، كانت في عز الظهر والله العظيم هبت نسمه هواء برد على الناس كلها ما حستش بالحر. الناس بقت تقول لوالدي هي بنتك دي كانت بتعمل ايه، احنا حاسين ان احنا في فرح مش في عزاء. سبحانك يا رب، حسن الخاتمه والله العظيم. انا بس انا حكيت القصه دي عشان انا حابه الناس اللي هي شايفه ان هي في ابتلاء، والله العظيم انا ما شفتش حد في ابتلاء اقوى من الابتلاءات اللي كانت اختي بتمر بيها. ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناتها يا رب. والله العظيم. فانا حبيت احكي القصه دي عشان اللي شايف نفسه فيه ابتلاء او حاجه يهون على نفسه. والله انا سعيده بمكالمتك جدا، طبعا ربنا يصبرك وبتمنى ان يرحمها. تدعو لها بالرحمه. حاضر. وكل اللي بيسمعني يدعو لها بالرحمه. حاضر. وتدعوا لنا بالصبر، وتدعوا لوالدتي بالصبر ووالدي بالصبر، وتدعوا لنا ان احنا ربنا يقوينا على تربيه بناتها. امين يا رب امين يا رب. ويا هي دي ابسط حاجه ممكن اقدمها لها ان الناس تدعي لها. حاضر. دي ابسط حاجه. حاضر. وشكرا ان كنت طولت عليكي. نورتينا يا امنية. حاضر. شكرا ليكي. اتفضلي. يعني ربنا يصبرهم. والحقيقه هي قالت رساله جميله جدا وفيها كذا معنى مش معنى واحد بس. الحقيقة أنا فاهم الرسالة اللي حضرتك فهمتيها يا أستاذة لميا من المكالمة، لكن اسمحي لي قبل ما أقول هذه الرسالة إن في لافتة مهمة جدا في المكالمة. اتفضل. قد إيه أختها أمنية المتصلة قد إيه بتتصل كمان علشان بتقول للجمهور كله ادعوا لأختي. شايفة حضرتك الجمال؟ هي بتوصل لنا رسالة الابتلاء والصبر وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيراضي الصابرين على الاختبار والابتلاء وقد ايه بيكون حسن الخاتمة، بس كمان بتقول اختي غالية عليا. انا شايفة ان من وفائي لاختي ان اذكر سيرتها العطيرة عشان الناس تتعلم والاخوات اللي موجودين دلوقتي يتعلموا قد ايه هي وفائها وانتمائها لاختها المتوفية. ممكن يكونوا في اخوات دلوقتي عايشين وما بيشوفوش بعض بالزبط. ومش عايزين يعرفوا بعض بالظبط. فالحقيقه لفت نظري في مكالمه امنيه ورجائها اننا ندعي لاختها وانها توصل لنا الرساله العظيمه دي، لفت نظري هي دي قوه الاخوه. هو ده الدين بتاعنا في شأن الإخوات. بنشوف إخوات شوية زي ما تفضلت حضرتك في بينهم شحناء بغضاء معاداة، فده درس عظيم لكل أخ ولكل أخت إنهم يفضلوا جنب بعض مش في الحياة بس، حتى بعد الانتقال بالدعاء وبالذكرى الطيبة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا اذكروا محاسن موتاكم. قد إيه عمال تذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل المواقف الجميلة اللي لمست معاها في حياة أختها. احنا محتاجين ندعم بعض، محتاجين نذكر الحاجات الحلوة اللي في بعض، محتاجين الإخوات فعلا يفضلوا جنب بعض ويحبوا بعض ويدعموا بعض ويثنوا على بعض ويدعوا لبعض، لأن هي دي
عمل عظيم هيوصلنا للجنة إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة طبعا لموقف أختها كانت في ابتلاء شديد وابتلاء عظيم، وربنا سبحانه وتعالى علمنا أن أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أعظم الناس درجة عند الله سبحانه وتعالى هم أكثرهم ابتلاء، اختبرت في زوجها واختبرت في ابنها حينما ولد يعني عاقا وابتلاها الله سبحانه وتعالى بفقده، ولكن أنا أقول لها هو سابق، والله سابق طبعًا لها إلى الجنة طبعًا، وهي أدركته بعد ذلك، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تنتقل إليه وهي في عملية جراحية. كل هذا في موازين حسناتها، ويوصل لنا قد إيه الدنيا تافهة، يوصل لنا قد إيه الدنيا مش مستهلة. خليك كده مع ربنا يوم بيوم، وهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى كرمك ورضاك، وأهم حاجة حسن الخاتمة، لأن أختها انتقلت إلى رحمة الله وبقيت الذكرى الطيبة، بقي المصحف الأمنية بتتكلم بتقول فتحت مصحف أختي. نفسي حضرتك بعد الانتقال بعد عمر طويل يبقى ليك مصحف، نبقى معروف ده مصحف فلان، في المصحف اللي سايب انت كنت بصرة في المصحف، ليك سجادة في البيت معروفة ان السجادة دي بتاعتك، ليك مكان انت بتصلي فيه وتختلي فيه بربنا سبحانه وتعالى. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن فرعون قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، السماء بتبكي والأرض بتبكي على اللي كان بيعبد ويذكر ربنا سبحانه وتعالى عليها. بقعة الأرض اللي انت متعود تصلي عليها دي هتشهد لك، بقعة الأرض اللي انت قاعد ماسك المصحف وبتقرأ في القرآن هتشهد ليك يوم القيامة. صحيح. الذكر والأذكار واخد كورنر في البيت، ده بتاعك محدش يقرب منه، انت بتصلي فيه. يا ريت كلنا نعمل كده يا أستاذة لميا، يبقى لينا قبلة في البيت، قبلة في البيت نقف فيها ونناجي فيها ربنا سبحانه وتعالى، تكون هي مهبط بركاتي ورحماتي وأنوار الله على هذا البيت. صحيح. لذلك يعني الحقيقة المكالمة كان فيها رسائل كثيرة جدا، وأعظمها أن الدنيا حقيقي ملهاش لازمة، نستعد للقاء ربنا سبحانه وتعالى. وصدق الشاعر حينما قال إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت، وإنما يكفيك منها أيها الطالب قوت. نيجي نكلمهم دلوقتي عن الآخرة، يقول لك يا عم عيشني النهاردة وموتني بكرة، أنا عايز دلوقتي. وإنما يكفيك منها أيها الطالب قوت، فقل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. صحيح. ملهاش لازمة، صحيح، تافهة وهينة. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. تخيلي حضرتك جناح بعوضة، وكل الناس من وقت ما خلق الله سيدنا آدم إلى الآن إلى أن تقوم الساعة كله بياخد من جناح البعوضة، يكون إيه نصيبنا منها؟ علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا المعايير. لو موجودة عندك في حياتك ثلاث معايير، لو موجودين في حياتك والله ما أنت مش محتاج حاجة تاني من الدنيا. شوف كده الثلاث معايير دول موجودين في حياتك اطمن، مش موجودين يبقى خلاص يلا نوجدهم لك ونشوف حل في موضوع الدنيا دي. قال صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافى في بدنه يملك قوت يومه. ثلاث محاور حطهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق الخلق وأفضل الخلق وأعظم الخلق، وهو الذي لو شاء لوضع الله له الدنيا بأسرها في حجره صلى الله عليه وسلم، لكن رفض الدنيا وقال يا ربي أنا أجوع يوما فأسألك وأشبع يوما فأحمدك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله. فقال يعني من بات آمنا في سربه، انت نايم في بيتك مش خايف، ولادك حواليك ونايم في أمان متطمن. الحمد لله مطمن وفي أمان مش خايف من أي حاجة، انت في نعمة كبيرة قوي. من بات آمنا في سربه معافى في بدنه، صحتك كويسة الحمد لله، ما انتش نايم على سرير مستشفى. من بات آمنا في سربه معافى في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحزافيرها. كان ده ثلاث محاور حطهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لينا علشان نعيش في هذه الحياة ونحن في كامل الراحة ونحن في كامل الطمأنينة. دع الحرص على الدنيا
وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع المال فإنك لا تدري لمن تجمع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. ما دام أنت ماشي مع ربنا سبحانه وتعالى وماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى، والله الله سيكفيك هم الدنيا وهم الآخرة. وبعدين ربنا يقول لنا في الحديث القدسي كده: يا ابن آدم لا تطلب مني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أيعييني رغيف عيش أسوقه لك؟ يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. الله. وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كلي محبا. وإحنا بنحب ربنا طبعا، وسنظل نحب المولى سبحانه وتعالى، ملناش غيره حقيقي، وسنرضى عن أقدار الله سبحانه وتعالى، لأن الخير لا يأتي إلا من الله. كل أقدار خير علينا طبعا، إحنا بس اللي ما بنبصش للخير اللي ربنا سبحانه وتعالى حاططه لنا، سواء كان في ابتلاء أو في مشكلة أو في أي شيء ممكن نقع فيه في حياتنا. شرط استجابة الدعاء هو الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ما يقبلش الدعاء من غير ما نصلي عليه عليه أفضل الصلاة والسلام. أسيادنا العلماء استحبوا هذا، إننا قبل أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن نصلي على سيدنا رسول الله في أول الدعاء، ثم ندعو بما نشاء، ثم نختم أيضا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. صحيح. طيب ليه؟ قالوا والله لأن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مقبولة لا محالة، متوضي مقبولة، مش متوضي مقبولة، طائع مقبولة، غير طائع، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مقبولة منك. ما دام أن الله وفقك للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله فأبشر، إن الله جل وعلا قد قبلها. سيدنا العلماء يقولون إيه بقى؟ يقولون ما دام أن الله سبحانه وتعالى قبل منك الصلاة في أول الدعاء وهو أكرم الأكرمين، وقبلها منك في آخر الدعاء وهو أكرم الأكرمين، فكرم المولى سبحانه وتعالى يستحيل عليه أن يرفض ما بينهما. يا سلام يا سلام على كرم ربنا، أن يرفض ما بينهما وهو الدعاء. فأبشر يا من تدعو الله سبحانه وتعالى وبدأت دعاءك أولا بالصلاة والسلام على الحبيب، وختمت الدعاء كذلك بالصلاة والسلام على الحبيب، أبشر فإن دعاءك والله لا ولن يخيب. دعاء صائب، دعاء سيرفع إلى أبواب السماء. وكمان يا ريتك تكثر، ما يبقاش في الأول وفي الآخر وبس، اكثر من الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مين زي سيدنا النبي؟ مين شاف زي ما شاف سيدنا النبي؟ مين طلع زي ما طلع وصعد سيدنا النبي؟ مين سمع زي ما سمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سل عن سيدنا محمد العطر وشذاه، سل عنه ذراع الشاه، سل عنه الجذع لما بكاه، سل عنه هل رأت عين مثلما رأت عيناه، أو هل سمعت أذن مثلما سمعت أذناه، أو هل وطأت قدم مثلما وطأت قدماه. كفاه أن الإله أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. عليه أفضل الصلاة والسلام. الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ليها كنوز، أول كنز فيها إيه؟ أول كنز من الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام، إن ربنا وظف ملائكة حضرتك سياحة في الأرض، وظيفتهم بس، وظيفتهم شغلتهم بس إنهم يسمعوا الصلاة، حد بيصلي على سيدنا النبي وجري يكتبوها ويبلغوا بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي قال كده: إن لله في الأرض ملائكة سياحين، شغلتهم بس ينقلون عنكم الصلوات والسلام علي ويبلغونها إياي، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا أعظم كنز. الكنز الثاني إن لما بنصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلي حضرتك اللي بيحصل، ربنا بيصلي علينا، يعني ربنا بيرحمنا، يعني ربنا بيذكرنا.
تخيلي حضرتك مقام لو فعلا فهمناه مقام عظيم، مجرد ما صلي على سيدنا النبي الله يصلي علي ويذكرني. الدليل سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول دخلت في مرة على سيدنا النبي لقيته ساجد طال السجود، قلقت على سيدنا النبي، أحرك في سيدنا النبي؟ آه أتحرك بس قلقت عليه، فلما رفع من السجود قلت يا رسول الله لقد أطلت السجود حتى قلقت عليك ظننت أنك قد قبضت، فقال يا ابن عوف وما لي لا أسجد وقد جاءني جبريل وأخبرني أن الله يقرئني السلام ويقول لي يا محمد الله يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لربي شكرا. الله، فاللي بيصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله يصلي عليه ويسلم عليه. الحقيقة احنا قدام كنوز عظيمة من الصلاة، ولو قعدنا نتكلم حلقات وحلقات عن الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مش هتكفي. نورتني يا فضيلة الشيخ، صلي على سيدنا عليه أفضل الصلاة والسلام. وصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه عليه أفضل الصلاة والسلام. نورتنا، نور حضرتك والله. بشكر حضرتك واشوفك على خير ان شاء الله. هنروح مع بعض مشاهدينا الفاصل ونكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. انا اتكلت عليك في كل احوالي لاحوالي. كل انسان بيعيش في الدنيا ويسيب اثر طيب بيفضل موجود باثر وذكريات طيبه، ومن اعظم انواع الاثر انك تعمل خير يستفيد منه غيرك حتى بعد رحيلك. هي دي الصدقات الجارية اللي ممكن البني آدم يزود بيها من حسناته ومن عمله الطيب وثوابه عند ربنا سبحانه وتعالى حتى بعد الرحيل، وهو ده الخير اللي ممكن نساهم فيه مع جمعية البر والتقوى المصرية، واللي هنتكلم عنه بالتفصيل النهاردة مع الدكتور يسري عزامة من علماء وزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ أهلا بيك ومنورني. أهلا بحضرتك يا أستاذ علامي، أهلا وسهلا. كل بني آدم بيمشي من الدنيا، احنا بنقول احنا عايشين وكل واحد بينزل في محطته. نعم. اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبها له، يسيب ايه بقى في الدنيا؟ يسيب عمل طيب، يسيب سيرة طيبة، يسيب علم حد ينتفع به، يسيب خير عمله مع حد، الذكرى الطيبة هي اللي بتفضل. بس ازاي كل بني آدم فينا يسيب علامة وذكرى طيبة بعد وفاته؟ بسم الله وصلى الله على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. يا رب صل على النبي مسلما واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا، اللهم أمين. أما بعد، في الحقيقة يعني أنا استمتعت جدا بالحوار الأخير مع أخونا الدكتور مصطفى، وهو زميل فاضل ما شاء الله عليه، يعني إمام مسجد سيدنا الحسين، وحضرتك يعني أدرت الحوار بطريقة رائعة، وأنتم تتكلمون عن سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. أنا هجيب نموذجين في ناس علماء تركوا أثر طيب في الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النموذج الأول إمام الدنيا الإمام الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي. لما انتقل الإمام الشافعي هو مات سنه صغير مش كبير، مات 54 سنة وملأ الأرض علما، كان سيدنا النبي يبشر به ويقول فتى من قريش يملأ بقاع الأرض علما. لما مات الإمام الشافعي رآه أحد طلابه في المنام عبد الله بن عبد الحكم. الرواية دي أوردها الإمام الطحاوي، بيقول إن ابن عبد الحكم رأى الإمام الشافعي في المنام فقال له يا إمام ماذا فعل الله بك؟ فقال الإمام الشافعي رحمني وغفر لي وزففت إلى الجنة. الله. فابن عبد الحكم يعني فرح بالكلام، استبشر بكلام الإمام الشافعي. قال وبما؟ بأي عمل؟ احنا لسه بنتكلم عن الأثر الطيب، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم، عملت إيه؟ قال بصلاة صليتها على النبي في آخر كتاب الرسالة. الإمام الشافعي من أشهر كتبه كتاب الرسالة وكتاب الأم، ده بعض يعني أشهر كتب الإمام الشافعي. قال وماذا قلت؟ قال قلت في ختام الكتاب اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
طبعا صيغة صلاة لا تخطر على بال أحد. صحيح. كلما صلى عليه أحد وكلما لم يصلي عليه أحد. يقول ابن عبد الحكم: فجئت بكتاب الرسالة وفتحت الكتاب فإذا في آخر الكتاب ما قاله الشافعي: اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. قالها الإمام الشافعي ودونت في كتابه، ويرددها الناس في بقاع المعمورة في كل زمان ومكان. بنسمع كتير من المشايخ من العلماء من المصلين على سيدنا رسول الله يقولون: اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ده النموذج الأول. النموذج الثاني لعالم جليل من علماء الإسلام اسمه الإمام الجزولي. عمل إيه الإمام الجزولي؟ جاب كده كتاب اسمه دلائل الخيرات في الصلاة على سيدنا رسول الله. الكتاب ده موجود في كل مكان، يباع في كل مكان وفي الأزهر. دلائل الخيرات، أوراد من الصلاة على النبي كل يوم، ورد السبت الأحد الاثنين الثلاث الأربع الخميس الجمعة، ويزيد من الصلاة على النبي في يوم الجمعة لأن النبي أمرنا أن نكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة. والإمام الجزولي له السبق على بقية العلماء أنه جمع 201 اسم من أسماء النبي. بيت القصيد في القصة: لما مات الإمام الجزولي ودفنوه وجدوا أن الرائحة الطيبة تنبعث من قبره، فقالوا: بما هذا؟ قالوا: بكثرة صلاته وسلامه على رسول الله، وقال بيتين ما أحلاهما: إن أنت لازمت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الآيات وجعلتها وردا عليك مؤكدا لاحت عليك دلائل الخيرات. الله الله، صلي على النبي وهتلاقي الخير كله عليها أفضل الصلاة والسلام. طيب نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والطاقة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الخير في كل مكان، اهلا بكم. النهارده احنا في شلاتين، فين؟ في اقصى جنوب مصر، جايين بالخير الكتير اللي انتوا شايفينه. 43 عربيه فيها 200 طن اغذيه، فيها 400 مرتبه، فيها 2000 لحاف و1000 بطانيه، فيها 100 سرير، فيها 30 جهاز عروسه، فيها 30 كولدير. اهل الخير هديه من سيادة الرئيس في أول زيارة نجاها هنا. أهل الخير في مصر كلهم من محسنين ومحسنات، حتى الناس اللي بيحبوا البر والطاقة في كل مكان شاركوا معانا، قالك لازم نودي هدية كويسة لأهالي حلايب وشلاتين. جايين نقول لأهالينا في حلايب وشلاتين احنا معاكم وما احناش هنسيبكم باذن الله. حصل لنا ظروف كتيره في الطريق واحنا ماشيين، عربيه عطلت، عربيه مش عارف عايزه ايه، المهم نجحنا ووصلنا وبنحقق الهدف عشان نسعد اكبر عدد ممكن من اهل الخير. انا بشكر سياده الرئيس، بشكر معالي وزيره التضامن الاجتماعي، بشكر محافظ البحر الاحمر، بشكر مكتب شؤون القبائل، بشكر مديرية التضامن الاجتماعي ممثلة في معالي وكيل الوزارة شخصيا اللي شارك معانا، القائمين هنا في مكتب شلاتين اللي معانا خطوة بخطوة، بشكر شيوخ القبائل، بشكر رجال الأمن اللي وقفوا معانا، رجال القوات المسلحة اللي ما سابوناش لا هم ولا رجال الأمن، صراحة حاجة تفرح جدا مش هنقول أسامي حد. بشكر فريق المتطوعين اللي ساب كل اللي وراه، اللي ضحى بوقته وراحته وجاي عشان يفرح ويفرح الناس. اهل الخير والله هتفرحوا باللي انتوا عملتوه، هتفرحوا لانكم فرحتوا اهالي حلايب وشلاتين. الخير اللي انتوا شايفينه ده ان شاء الله كده حاجه تفرح، وان شاء الله نكمل مسيرتنا مع البر والتقوى من خير لخير ومن بر البر. جمعيه البر والتقوى المصريه هتعمل خير كتير قوي قوي قوي، مستنيكم في اللي جاي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قافل جمعية البر والطاقة يمكن لا تنتهي، وقريب قوي إن شاء الله هيكون في قافلة لحلايب وشلاتين قريب بإذن الله. إن شاء الله في قافلة من جمعية البر والتقوى هتتحرك يوم 3/6 إن شاء الله بإذن الله. وزي ما شفنا الخير والتقرير اللي شفناه مع الدكتور عماد عوض، يعني كل ده سبب لإدخال الفرحة والسرور على قلوب الناس، ويمكن الزغروطة الأخيرة دي أدل دليل إن الناس فرحانة طبعاً وسعيدة بالخير اللي طبعاً رايح لهم طبعاً. من يفعل الخير لا يعدم جوازية، لا يذهب العرف بين الله والناس. وربنا يقول لنا في القرآن الكريم على أمور الآخرة دايما يقول لنا إيه؟ فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كل دي أمور تنفع الإنسان دنيا وأخرى. هتنفعك في الدنيا إن ربنا هيصرف عنك السوء، إن ربنا هيبارك في الأولاد، هيبارك في الزوجة، هيبارك في المال، إن ربنا هيحفظك، هيمتعك بالصحة بالعافية، هيصرف عنك أشياء كثيرة من أمور الدنيا أنت كنت خايف منها. صنائع المعروف بتقي مصارع السوء، بس أنت ابدأ وساهم وافعل الخير وتفنن في فعل الخير لعل الله ينجيك بهذا العمل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الناس دي بتتحمل المشاق طبعاً، تحمل السفر طبعاً، صعوبة الطريق. يعني حلايب وشلاتين دي مسافة بعيدة، مسافة طويلة جدا على حدود السودان. يعني يمكن أنا روحت شلاتين بالطائرة، مسافة طويلة، ما بالك بقى باللي بروح بالمواصلات أو بالسيارة. فيعني مشوار متعب جدا. الناس دي بتتحمل مشقة السفر وصعوبة بس المواصلات، بس كل حاجة ليها أجر وثواب. طبعاً يعني أنا لما سافرت الوادي الجديد تعبنا طبعا في الطريق جدا، ويعني مسافة أنا ما كنتش متخيلة. احنا سافرنا بالليل وصلنا تاني يوم الظهر، فمسافة طويلة جدا. بس قد ايه بقى الإحساس انه كل المسافة الطويلة دي وكل خطوة عليها أجر وثواب البني آدم بياخده، ويهون بقى كل تعب الدنيا. كله بيروح بقى لما نشوف البسمة في وجوه الناس طبعاً، الفقراء، في وجوه طفلة صغيرة أو ولد صغير أو ست بتحس كبيرة، إنها نعمة من ربنا سبحانه وتعالى علينا. كل التعب بيروح، وربنا بيصرف عن الإنسان من السوء بمثل هذا التعب. لأن أنا بتعب لوجه الله طبعاً، بتعب لأجل الله سبحانه وتعالى. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كلمة سمعتها من حوالي 4 سنين وأنا بصور حاجة في الأقصر، وكنا بنوزع مع الدكتور عماد الكراتين ولحوم، وأنا كان تصوري أنه الناس دي أكيد مشتاقة أن هي تاكل لحمة، وكل الناس هتجري تختار أنها تاخد لحمة وتاخدش الكرتونة. لكن الحقيقة والمفاجأة اللي كانت بالنسبة لي والكلمة اللي بترن في وداني طول الوقت: لا يا أبلة، احنا مش عايزين لحمة عشان معدتنا مش واخدة عليها، وخايفين اننا ناخد عليها، فدينا كرتونة تقضينا اسبوع. وكان الحقيقة الموقف من دكتور عماد وموقف انا بحييه عليه، انه قال كل أسرة هتاخد كرتونة وهتاخد لحمة زي ما هتاخد الكرتونة. قد ايه الناس خايفين ان معدتهم تاخد على لحمة فيشتموها، يا سلام. فهو جميل ان هم مش عارفين طعمها، فكده أفضل لهم بكتير جدا. إحنا داخلين على العيد، كل سنة وحضراتكم بألف خير، وكلنا بنضحي، وأسر كتير جدا بتبقى منتظرة لأنها تقريبا بتدوق طعم اللحمة من العيد. صحيح. للعيد. صحيح. بيجي لي ناس كتير يا أستاذة لميا، وتليفونات كتير ورسائل بيسألوني: أنا ما أعرفش حد أوزع عليه الأضحية، أعمل إيه؟ أقول له الكلمة الجميلة اللي إحنا بنقولها: وكل وتوكل. صحيح. وكل غيرك يدمع عنك وتوكل على الله ولك الثواب. وأول ما طلعت الصدقة دي أو أول ما طلعت الأضحية خلاص هي كتبت عند ربنا. مجرد ما بتبعت الفلوس أو بتدفع المبلغ وبتاخد الوصل بتاع انتقلت المبلغ، انتقلت المسؤولية للشخص اللي انت بتوكله. في رقبة بتوع البر والتقوى، خلاص هم يذبحوا عنك وانت أخذت ثواب الأضحية. الأضحية بس عشان نوضح للناس، إما تبقى من الغنم أو من الماعز أو من البقر أو من الإبل. لو أغنام اللي هو خروف مثلا لا يقل عن 6 أشهر،
لو ماعز لا يقل عن سنة، لو من البقر لا يقل عن سنتين، من الجمال الإبل لا يقل عن 5 سنوات. بعض العلماء قالوا يشترط وفرة اللحم ولا يشترط السن. طيب أنا مش قادر أذبح بقرة أو عجل اللي بقى دلوقتي ب60-70 ألف جنيه، أعمل إيه؟ أشترك في 7 أضحية، البقرة على 7، الجمل على 7، السبع ده بكام؟ 5000-6000-7000 زي ما يطلع. بتصل بجمعية البر والتقوى بقول لهم السبع بكام عندكم؟ هيقولوا لي بكذا، هيبعتوا المندوب ياخد منك المبلغ، وأصبح الأمر في ذمتهم وفي رقبتهم. بعد صلاة العيد هيذبحوا هذه الأضاحي ويوزعونها على المستحقين، وانت أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزمت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبتأخذ الثواب وبتأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى. يعني هو كل حاجة متاحة يمكن من خلال جمعية البر والتقوى، الأضحية وإن تتوكلوا الجمعية تقدر تذبح وتضحي وإنت بتاخد أجرك وثوابك عند ربنا سبحانه وتعالى. تقدروا كمان إن أنتوا تتابعوا كل شيء بنفسكم، تقدروا كمان إن أنتوا تحضروا الأضحية بنفسكم، وكله إن شاء الله عند ربنا سبحانه وتعالى. نورتين يا فضلت الشيخ، بشكر حضرتك وأشوفك على خير إن شاء الله. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. الله سلام عليكم. أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي بالي، أنا اتكلت عليك في كل أحوالي.